بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ إن شاء الله اليوم حصتنا الأولى في chest X-ray. طبعا حتستمر المحاضرات متاعنا عدة أيام، أعتقد 5 محاضرات حتكون. اليوم إن شاء الله نحكو على المبادئ متاع الإكس-راي، وضو إن شاء الله نحكو على الأناتومي، بعدها حوالي 3 إلى 4 حصص إن شاء الله الكلام راح يكون على الباثولوجيز. طبعا لا تنسونا من دعوة صالحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الأوبجكتيف متاع محاضراتنا، طبعا upon completion of these lectures you will be able to identify a step approach to the interpretation of the chest, discuss various abnormalities identified on X-ray of the chest, symmetrically interpret a chest X-ray of the chest. يعني إن شاء الله بعد ما نكمل محاضراتنا بإذن الله حيكون عندك your own approach، بكون باني إن شاء الله طريقتك الخاصة. حتشوف عدة X-rays، حتعرف النورمال من الأبنورمال، من ال من ال malformations، من الباثولوجيز. على بركة الله نبدو. نبيك تعرف حاجة، أن الإكس-راي هو أكثر فحص أنت حتطلبه في المستشفى في أي مكان أنت تخدم فيه، خصوصا الإكس-راي متاع الشيست، الإكس-راي متاع الإكستريميتيز. طبعا صورة الإكس-راي مش حتقدر تشوف لها أنت من غير ما تكون عندك هيستوري، تكون عندك كلينيكال داتا، لأن طبيب الأشعة أو أنت لما تشوف صورة الإكس-راي ماكش مصور تشوف للصورة بس وتقول شن فيه. You will combine the picture of the X-ray with the clinical data with the laboratory investigation and so on. The goal of this workshop is not to make you a radiologist, but it will prove you with a great starting point to begin chest X-ray interpretation. يعني ما نكذبش عليكم تو نقول لكم في خلال 5 6 محاضرات أنا بنخليكم راديولوجيست، لا، لكن بإذن الله بإذن الله بإذن الله راح تكون عندك محصلة كبيرة. قدرتك على أنك أنت تشوف الباثولوجي وتعرف شن هو حتزيد. خوفك من صورة الإكس-راي بإذن الله حيبدأ يتنحى بشوي بشوي. نبغى نعرفه حاجة واحدة، ان الاكس راي متاعك انت هذه عبارة عن شنو. طبعا احنا عارفين ان الاكس راي عبارة عن مجموعة فوتونات تمر من التيوب متاع الاكس راي وتصطدم بجسم الانسان. لما تصطدم بجسم الانسان راح تعطيني عدة دنسيتيز، يعني فيه مواد دنس راح تمتص الصورة هلبة، وفيه مواد شفافة زي الهواء راح تمر منها الموجات بدون ما تعاني أي امتصاص أو انكسار. طبعا علاش بديت الفكرة هذه، بنقول لك لأن في different densities في جسمنا. العظم مش زي الفات، مش زي soft tissue، مش زي الفلويد، مش زي الاير. وكل مادة من المواد هذه بتمتص الإكس-راي بنسبة مختلفة عن المادة الثانية. هذا راح يعطيني عدة densities في الصورة، وعدة أشكال أو عدة ألوان في الصورة متاعنا. الألوان اللي حتبان لنا في الصورة نبدو لون، أو خليني نناقشها على الصورة هذه أحسن. اللون الأسود الداكن هذا راح يكون شيني air. Air doesn't absorb much radiation. يعني أنت حتشوف الاير في الرية أسود، وبعدين حتى الاير الفري اللي هو نيموثوركس حيكون أسود. شن تاني؟ رقم 2 الصفت تيشو والفات راح يبانونا حتى هم زي الرصاصيات يمتصوا أقل. بعدين الفلويد حيبان أبيض من الصفت تيشو. بعدين الدنسيتي الرابعة والأخيرة اللي هي البون راح تبان شني أبيض واحدة فيهم، يعني أكتر واحد يمتص أشعة العظم، بعده فلويد، بعده سوفت تيشو فات، بعدين
الاير بتاعنا، بيقول لي شنو الخمسه هذه الارتيفاكتس. شنو ارتيفاكتس؟ يعني اين ان هيومن تشوف الصوره، خصوصا لو كان ميتاليك، يعني واحد يصور بمفتاح، خاتم، سلسله. الموضوع اكبر من هيك، يعني مثلا سنترال لاين، تشست تيوب، بروستاتيك فالف، ستيرنال وايرز، اي نون هيومن تيشو راح يبان لنا ابيض. بعد انت توا في سؤال يدور في مخيلتك، باهي اوكي زبطنا احنا الاكس راي منين بتطلع من التيوب وبتخبط في جسمنا وبتعطيني دنسيتيز مختلفه زي هذه، يعني كيف نشوف الصوره بتاع الاكس راي؟ طبعا في مبادئ نبغى نتبعهم توا بعد ما انت مدوا لك الصوره وزبطت ان هي اكس راي، ان هي جست اكس راي، تعرفت عليها، جريت الايج والسكس، ولو فيه كلينيكال سيناريو مكتوب، في شويه حاجات نبغى نزبطوهم قبل ما نبدو نشوفه في الباثولوجيزم بتاع. اول حاجه بعد ما شديت الصوره وقريت الاسم والايج والدايجنوزس او الكلينيكال سيناريو اللي مكتوب، نبغى نشوفه البروجكشن بتاع الصوره. شنو معنى البروجكشن بتاع الصوره يا سيدي؟ خليني نحكي على الصوره هذه دايركتلي. الستاندرد بتاعنا في الصوره ان المريض يوقف، يحط صدره على الفيلم، طبعا من هنا احنا الفيلم هنا نفتحه هنا ونحط الفيلم، واقف صدره على الفيلم، الشعاع حيتسلط من وراه من البوستيريور اسبكت، يطيح على ظهره وبيتقبله الشريط اللي محطوط على الانتيريور اسبكت. فالبروجكشن هذا شن اسمه؟ بوستيريور انتيريور فيو، يعني اشعه سقطت على البوستيريور اسبكت وتلقاها الفيلم اللي محطوط على الانتيريور اسبيك. هذا هو الكلاسيكال، هذا هو الستاندرد. طبعا المسافه هذه حوالي 6 اقدام. طبعا ما نبوش نحكوا احنا علاش المسافه كبيره هيك، وفي شويه تعديلات في الجهاز ريجاردنج المسافه. انت ميديكال ستودنت او نن راديولوجيست او نن راديو تكنيشن مالكش علاقه بالموضوع هذا، المهم وقف في مسافه عبارة عن حوالي 6 أقدام، الشعاع نزل على ظهره، تقبله الشريط اللي محطوط على الأنتيريور أسبكت، هذا اسمه أنتيرو بوستيريور ريفيو. لاحظ أن المريض واقف، نقول يدير حاجتين، يا يشد ويفرد يديه فوق، يا إما يحط يديه في نصها. علاش؟ نبغى نبعدوا السكابيولا من البوستيريور تشيست، مش الشعاع يطيح دايركتلي على الرية وعلى القلب وعلى الكلام. تمام. برضو في نفس الوقت نقول المريض ياخد انسبيريشن، الافلام بتاعنا ناخده فيها في فول انسبيريشن، صار يدير البوزيشن هذا وياخد انسبيريشن. هذا هو الفيو بتاعنا اللي شن اسمه بوستيرير انتيرير فيو. نجو نقرأ الكلمات اللي كاتبينهم، نفس الكلام اللي قلناه. البي اي فيو هو ستاندرد بوزيشن، البي اي مدى بينا نديروه أمتى نستطيع؟ شنو معنى أمتى نستطيع؟ لاحظت أنت أن هنا في شرط استطاعة، أن المريض يكون واقف ويقدر يتنفس ويقدر يبعد لنا يديه. باه. كان ما نقدروش نديروا الفيو هذا اللي هو اسمه بي أي فيو، نلجؤوا أن احنا نديروا الأي بي فيو. يعني المريض اللي ما يقدرش يوقف، ممكن تروما بيشنت، بيشنت كبير في السن، بيشنت مشلول، بيشنت مكسور، بيشنت في أي سي يو. مش هنقدر نوقفه هنا بالسيف، فحنخله هو يرقد، الفيلم تحته، مرقدينها احنا على الطاولة بتاعنا، الفيلم تحته، الشعاع راح نسلطه على الانتيريور اسبكت، حيقبله الشريط اللي على البوستيريور اسبكت، هذا اسمه الانتيريور بوستيريور فيو. تو انت بينك وبين نفسك تقول لي علاش بنديره البوستيرير انتيرير، انت قلت الاحسن من الانتيرير بوستيرير بروجكشن. نمشوا شويه ونحكوا على شويه مبادئ في الانعكاس الضوء. نقول لك نشوف شنو يصير في البي اي فيو، احنا مسلطين على الظهر وبيجي في الانتيرير اسبكت، شوف القلب، يعني ديما احنا تو في البوستيرير انتيرير فيو القلب احنا عارفين انه هو ريليتد للانتيرير سيرفيس اوف ذا تشيست، لكن في الانتيريور بوستيريور
الأشعة حتضرب القلب طول، واحنا نعرفه كلما اقترب الجسم من مصدر الشعاع كلما ازداد الظل المتكون. أكيد فهمت معاي؟ في البي إيه القلب بعيد شوية على الأشعة، فالصورة اللي بتطلع للقلب يوجوالي تعكس لي السايز بتاع القلب الطبيعي، السايز بتاع القلب الحقيقي. لكن الصورة اللي بتطلع لي في الاي بي، لأن القلب قريب من مصدر الأشعة، فراح تعطيني فولس انلارجمنت في القلب. ممكن أني نشخص المريض بتاعي كارديوميجالي وهو نورمال. فرد بالك ما تدير ليش اي كومنت او اي انتربريتيشن للهارت في اي في بروجكشن، لانه حيعطيني فولس انلارجمنت في القلب بتاعنا. تمام. صارت وبعد ما عرفنا ان علاش البي اي فيو احسن من الاي بي فيو، على خاطر ان الاي بي يعطيني فولس انلارجمنت في السايز بتاع الهارت. تو انت بتقول لي كيف نبي نعرف هل الفيو بتاعنا هذا اي بي فيو ولا بي اي فيو؟ بكري لاحظت انني ركزت لك ان في وقفته البيشنت اللي بنديروا له بي اي فيو مداير يديها على خصره او مبعدهم شويه باش لك باش السكابيولي يبعدوا. لاحظ معاي الايدجز نتاع السكابيولا في البي اي فيو راح يكونوا بعاد جدا وقريب جايات في حاشيه التشست وول، لكن في الاي بي فيو الايدجز نتاع السكابيولي دايرين لي زي الشادو وجايات داخل التشست. هذه القاعده الاولى، edges of scapulae are drawn away from the center و situated nearly close to the edge of the chest wall. هذا بي اي فيو، ولما السكابيولي بتاعنا الايدجز بتاعهم جايه في وسط التشست الفيو بتاعنا هذا بيكون اي بي فيو. هذه الطريقه الاولى عن طريق استخدام السكابيولا. الطريقه الثانيه نقدروا ان احنا نستخدم الكلافيكلز في البي اي فيو. الكلافيكلز طبعا هذا اقل سنسيتيفيتي من الاول. الكلافيكلز الزوز راح يكونوا في شيبد وجايات انسايد التشست. في الاي بي فيو الكلافيكلز راح يكونوا على استقامه واحده وجايات اوتسايد ذا تشست. تمام، هيك زبطنا الفكره الاولى. تو نجو الاذر تشست اكس راي بروجكشنز باش روتين نديروهم. طبعا اول واحد فيهم هو اللاترال، اللي هو اللاترال تشست اكس راي. فكرته المتكي والكاسيت الجهه الثانيه الفيلم والاشعه نسلطها من هنا الكاسيت الجهه الثانيه، هذا حنحكي عليه في وقته باذن الله. الاوبليج فيو البيشنت واقف بالشكل هذا مايل شويه هيك، هذا فيري اولد نديره فيه باش نشوف لو فيه ميديا ستاين الماس. مش قادرين نميزها وين مكانها بالضبط. في فيو تاني اسمه لوردوتيك بي اي فيو او لوردوتيك اي بي فيو، مش مشكلة. هذا المريض مايل هيك بالشكل هذا وبنسلط الشعاع عليه. علاش الفيو هذا؟ باش نشوف الايبكس متاع اللنج. في لاترال ديكيفيتس فيو اللي هو بالشكل هذا نشوفه ب لو في بلور افيوجن. طبعا البلور افيوجن ينشاف يعني بالبي اي فيو العادي بتاعنا احنا، ولما المريض واقف، لما المريض ما يقدرش يوقف ما يقدرش ندير له بي اي فيو. اللاترال ديكيفيتس فيو كويس، علاش؟ لان الفلويد بتاثير الجرافيتي راح يكون لوطه، حيكون واضح لنا جدا. وبرضه نقدر نشوفوه الفلويد بتاعنا اللي هو موبايل او لوكيوليتد. تمام، صار الكلاسيكال فيوز بتاعنا احنا بي اي فيو which is the best، اي بي لجماعه الاي سي يو فقط ما نحبوش الاي بي لان الاي بي يعطيني حجم للقلب كبير. بنظبطوهم بالسكابيولي وبالكلافيكال، هذا الكلاسيكال. ثانيات اللاترال بنحكي عليه بعدين. ثلاثة حاجات غير ممكن تطيح انت في اكزام يقول لك شنو هو الاوبليك، شنو هو اللاترال ديكيبتس، شنو هو اللوردتيك اي بي او اللوردتيك بي اي فيو. تمام، تميت المرحلة الأولى أنت، يعني بعد ما ادولك الاكس راي وشبحت الايج والسكس وقريت الكلينيكال داتا اللي عندك، علقت على البروجكشن بتاعك لأنه يهمنا. توا نبغى نشوفوا الديجري بتاع البنتريشن، درجة وضوح الصورة عندك بالضبط. شن معنى الكلام هذا وشن معنى درجة وضوح الصورة؟ بنقول لك هل كمية الشعاع اللي أنت عطيه كويس ولا لا؟ بيقول لي هذا شن يفرق؟ بنقول لك يفرق. هل بقى لو انت
عاطي كمية شعاع ملائم أو عاطي كمية شعاع أقل من اللازم أو عاطي شعاع أكثر من اللازم، شن حيصير وكيف حنميز؟ نقول لك لو عاطي شعاع أقل من اللازم الصورة باهتة بتجي كلها، وحتلقى فيها أماكن بيضاء ما تعرفها شن هي، نورمال باثولوجي، صورة باهتة جدا ما أدريش تميز فيها ديتيلز أبدا. الأوفر إكسبوجر صورة داكنة بالشكل هذا، الجود كواليتي بالشكل هذا، قولي نبو كلام علمي مش باهتة وداكنة وبالشكل هذا. نقول لك نميزه من جود كواليتي من البور كواليتي بطريقة بسيطة جدا. طبعا انت من نظرتك لها تلقى فيه جود كونتراست، يعني واضح ان هذا بريست شادو، ان هذوما عظمات، ان هذه لنج، ان هذا هارت، البوردرز قادر انت توضحها من بعضها. كلام علمي اكثر من هيك طريقه بسيطه جدا باش تبي تميز الكواليتي متاعك ولا البينتريشن متاعك جود ويل بينتريتد اكس راي ولا لا. تعال ورا القلب انت تقدر تشوف فيرتيبرال بوديز، الاوتلاين متاع الفيرتيبرال بوديز تقدر تشوفهم ولا لا، خصوصا الانتر فيرتيبرال سبيس. لاحظ معايا هنا الانتر فيرتيبرال سبيس نشوفوا فيهم، الفيرتيبرز نشوفوا فيهم، معناها هذه شني جود كواليتي اكس راي، لأن شن فيه good contrast between the adjacent structures، نقدر نميزهم من بعضهم. And the most important thing is the outline of the vertebral body and the intervertebral space is just visible behind the heart. Okay. في ال underexposed chest X-ray cannot differentiate the vertebral bodies from the intervertebral space. والفيلم looks whiter than normal. ما نقدروا نميزوا شيء، مش قادرين نشوفوا الانتر فيرتيبرال سبيسز والفيرتيبرال بوديز بيهايند ذا هارت شادو. This is poor X-ray or under exposed chest X-ray. لما يكون البوث لانج فيلد ار دارك والاناتومي بتاع الفيرتبري واضح جدا، This is over exposure. طبعا we will comment only the well penetrated chest X-ray film which is the good quality one. The underexposed, the poor quality, and the overexposed X-ray. هذوما دور إحنا اللي وحون في الكناسة وما دورهمش interpretation. تمام. صار خطوتك الثانية قلنا assessment of penetration. الأولى كانت assessment of projection. خطوتك الثالثة نبغى نعرف المريض متاعنا واقف كويس ولا لا. كيف واقف كويس ولا لا؟ واقف كويس والسنتراليزد ولا مايل؟ بيقول لي أنا شنو بنستفيد من المريض متاعي واقف كويس ولا مايل؟ لا، بنقول لك لو إنه مايل لجهة من الجهات، جهة بجهة شعاع أكثر من جهة، فجهة بتبان أدكن من جهة، معناها بيدير لي مشاكل. بهي كيف أنا بالضبط نبي نظبط البيشنت متاعنا هذا واقف كويس ولا لا؟ نقول لك بسيطة جدا، تعال دور معاي نبي اناتوميكال لاند مارك في النص اللي هي اهي بالانقطاط الخضر اللي هو السباين بتاع الفرتبرا هذا في النص. باه تعال لي للميديال اند بتاع الكلافيكل. باه في الطبيعي لو المريض واقف فول سنترلايزد الميديال اند بتاع الكلافيكل اليمين، المسافة بين الميديال كلافيكل الميديال اند بتاع الكلافيكل اللي صار والسباين هي نفس هالمسافة بين الميديال اند متاع الكلافيكل اليمين والسباين. صار باش نقولوا ان البيشنت ويل سنترلايزد بوث ميديال اندز اوف كلافيكل شود بي اكويديستنت فروم ذا سباين. تمام، شوف معي الصورة هذه، الميديال اند قريبة جدا والميديال اند هذه بعيدة. طبعا البيشنت هذا مايل جهة اللي صار، ولو كانت الميديال اند اليمين هي اللي اقرب معناها مايل جهه اليمين. تمام، يعني في البيشنت زي هذا بيدير لي مشاكل في الميدياستاينم، بيدير لي مشاكل في الهارت، بيدير لي مشاكل قصدي في 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 وضوح الصوره. تمام، حتبان جهه ادكن من جهه. ممتاز، صار لتو مدوا لك الصوره من جديد، انا نعاود شد الصوره في ايدك ودول هذه بلين تشست اكس راي، شوف الفيو متاعك بي اي ولا اي بي، شوف الكواليتي متاعك جود كواليتي ولا اوفر اكسبوجر ولا اندر اكسبوجر، وبعدين شوف البيشنت بتاعك ويل سنترلايزد ولا روتيتد تو ذا رايت ولا روتيتد تو ذا ليفت. تمام، هاي نوريك الفكره هنا متاع الروتيشن.
لو البيشنت كان ويل سنترلايزد ان اكوريت استيميشن كان بي ميد روتيتد تو ذا ليفت هارت سايز از اكزاجيريتد روتيتد تو ذا رايت ذا ترو سايز اوف ذا هارت مي بي اندر استيميتد. تمام، نمشي للنقطة اللي بعدها. هل المريضة بتاعنا واخد لنا good inspiratory effort ولا لا؟ انت تلاحظ انني قلت لك ان المريضة نديرو له في الاكسري بتاعنا وهو واخد full inspiration. بعد كيف نثبت انا ان المريضة بتاعي واخد full inspiration؟ نشوف نعد الربس بتاعنا. هاي هذه نفس الصورة هنا، هنا درت لها علامات بس باللون الاحمر ورقمناهم. نقول لك الانتيريور ريبس، نبغى نعدوا الانتيريور ريبس مش نعرفوا البيشنت هل هو واخذ جود انسبيريشن ولا لا. الانتيريور ريبس اللي هم باللون الاحمر جايات من بعيد من لاترال ونازله داون وورد اند ميديال فروم لاترال داون وورد اند ميديال فروم لاترال داون وورد اند ميديال لاترال. في الطبيعي، في الطبيعي لو البيشنت واخذ جود انسبيريشن الريب السادس يتقاطع مع نص الديافرام. طبعا الحقيقة فيها الـ articles يقول لك اوكي الرب الخامس السادس او السابع مش مشكلة يتقاطع مع نص الديافرام. انت لاحظ هنا ان الرب السادس يتقاطع مع نص الديافرام. نفس الشيء هنا واحد اثنين نفس الصورة هي ثلاثة اربعة خمسة الرب السادس يتقاطع مع نص الديافرام، معناه البيشنت هذا is taking good inspiratory effort. علاش نبي ياخذ جود انسبيراتوري افورت؟ كل ما تنفس للمريض كل ما زاد للفيرتيكال دايمتر بتاع الجست، كل ما زاد افتح لي اللنج بتاعها وكل ما شبحت الباثولوجيز. تمام، يعني بتقول لي لو انا عديت لقيتها اقل من 5 شب نقول البيشنت از نوت تيكينج جود انسبيراتوري افورت. بينما لو لقيتها هنا اكثر من 7 نقول الجست بتاعنا هايبر انفليتد جست. تمام، به قول لي ديما الاكستريم تاعنا ناخذها في انسبيريشن. نقول لك في سبيشال سيركمستانسز نقدروا ناخذوا فيها اكسري فيلم. طبعا هذا سؤال كلاسيكي عم تنديروا اكسري في الاكسبيريشن. نقول لك لما يكون فيه مينيمال نيوموثوركس شويه رغم انه يزيد ويبان partial bronchial obstruction او foreign body aspiration هذوما كونديشنز ثلاثه نديروا فيهم في الاكستري. فديما اللي بنقول لك if you hear a unilateral wheeze that doesn't clear with coughing expiratory film will be a good idea because you are thinking about the possibility of foreign body aspiration. تمام، ندير مراجعة على كلامنا اللي حكيناها من البداية لتو. In summary systemic approach متاعنا verify the name age date of birth اقرأ الكلينيكال سيناريو حطه في دماغك بعدين اسس التكنيك اللي درناه بي اي اي بي ولاترال الديجري اوف بنتريشن جود بنتريشن اوفر اكسبوجر او الاوفر بنتريشن والاندر بنتريشن بيشنت روتيشن هل هو ويل سنترلايزد روتيتد تو ذا ليفت روتيتد تو ذا رايت. رابع حاجه والاخيره الانسبيراتوري افورت. يعني انت مثلا بتقول الاسم والله نزار الشارف عمر 31 years old اشبح برجايكم اني PA view good quality patient well centralized and taking good inspiratory effort. هيك نكون تمينا الحصة الأولى متاعنا حصة مبادئ. غدوة إن شاء الله بنحكوا على الأناتومي، بعدها الحصة اللي بعدها إن شاء الله بنبدو خطوة خطوة في الباثولوجيز متاعنا نرسم ودلوحنا الطريق إن شاء الله. الطريق ممكن يكون طويل لكن بإذن الله راح يكون سهل جدا. هني بنقول لكم رمضانكم مبارك وصحة فطوركم ونتلاقوا على خير وما تنسوناش من دعوة طيبة. السلام عليكم.